أطفالي في كل مكان، هيا بنا حان وقت الدرس. أهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة معاكم مع Primary 4 Unit 2 Lesson 4. درس النهاردة مفيد جدا جدا، علمني أنا شخصيا حاجة مهمة، إن مش دايما الشخص اللي بيكون قوي وضخم هو اللي لازم يكسب وينجح في الحياة، ولكن بالرغم من انك ممكن تبقى صغير بس ذكي قوي قوي، ذكائك ده هيكسبك كتير جدا جدا. النهارده قصتنا ممتعه قوي قوي ما بين the pelican and the bear، يعني البجعه اللي هي pelican والbear معناه دب. الدب طبعا كبير كبير كده وضخم. النهارده عايز اعرفك كده على شخصيتين جمال قوي، وهما the bear الدب و the pelican البجعه. وعايز يقول لك البير عنده ايه؟ طبعا هو عنده كف وعنده مخالب، واكيد احيانا بيكون غضبان. يعني ايه كف؟ كف يعني paw 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 معناها كف. طيب طبعا الكف ده بالتأكيد هيكون في مخالب عشان يقدر يهجم على الحاجة. مخالب يعني claw claw، ده مخلب واحد claw claws، دي مخالب claw 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 مخالب، و paw معناها كف. تمام، اكيد هو عنده اسنان عشان خاطر يقدر ياكل الحاجات اللي هي اللي بتكون ضخمه دي. اسنان يعني teeth 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 يعني اسنان. طيب الدب في كثير من الاوقات بيكون غاضب جدا. غاضب يعني angry 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 يعني غاضب. والحقيقة في قصتنا النهاردة هو هيندهش كتير قوي قوي، وكلمة مندهش يعني surprised 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 معناها مندهش. نيجي لتاني كاركتر عندنا وهو the pelican pelican. اوعى تقولها pelican. pelican معناها البجعة، والبجعة دي بالتأكيد عندها جناحات، وجناح يعني wing 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 يعني جناح. جميل قوي. طب البجعة يا ترى عندها ايه؟ البجعة دي بالتأكيد عندها منقار كبير، وكلمة منقار يعني بيك 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 معناها منقار. والبجعة دي هتتخانق على سمكة وهتاخدها وتطير بعيد. يطير بعيدا يعني fly away fly away fly away معناها يطير بعيدا. عايز يقول لك ان النهارده في مشكله هتحصل ما بين the bear and the pelican. على ايه بقى؟ على juicy fish، على سمكه كثيره العصاره. اي حاجه عامه بيكون كثيره العصاره بيكون اسمها juicy 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 معناها كثير العصاره. طيب وكلمه fish معناها ايه؟ معناها سمكه. جميل قوي. والنهارده في القصه هيكون the bear is ready to eat the juicy fish. النهاردة البير الدب هيكون جاهز. جاهز يعني ready 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 معناها جاهز عشان يأكل ايه؟ السمكة كثيرة العصارة juicy fish. بالرغم من ان الدب هو قوي جدا وعنده paw اللي هو الكف، وعنده كمان claws اللي هي المخالب، الا ان هو بصراحة مش هيطلع ذكي قوي. اما مين اللي هيطلع ذكي؟ اللي هيطلع ذكي هي البجعة pelican. وكلمة ذكي يعني intelligent 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 معناها ذكي. ماشي، بس هي في الأول هتبدو خائفة. هتبدو خائفة يعني إيه؟ يعني look scared look scared. الإكسبريشنز دي مهمة جدا إن هي تتحفظ كده زي ما هي. look scared معناها يبدو خائفة. والخناقة دي هتحصل فين يا ترى؟ الخناقة دي هتحصل في النهر، ونهر يعني river 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 معناها النهر. ماشي، وعلى فكرة الدب هيبص تحت، ينظر إلى الأسفل يعني look down look down معناها ينظر إلى الأسفل. وهو بينظر إلى الأسفل هيحصل إيه؟ هيصرخ. يصرخ يعني إيه؟ shout shout shout، والO U اللي في النص دي بتعمل ow ow sound. shout shout معناها يصرخ. ماشي، وإيه تاني بقى؟ إحنا عندنا كمان كلمة يحمس. البجعة هتهمس، ويهمس معناها whisper 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 معناها يهمس. whisper يعني يهمس. الدب هيعمل ايه؟ هيرفع كفه. يرفع يعني lift lift its paw يعني هيرفع كفه lift
left معناها يرفع, its paw يعني كفه. ودلوقتي يلا بينا ننتقل لجزء الكتاب. The pelican and the bear. A pelican and a bear are in the river. They are very hungry. They are both looking at a big juicy fish. The bear reaches for the fish. It lifts its paw. The pelican opens its beak. It's ready to take the fish out of the water. The bear sees the pelican. The pelican sees the bear. Excuse me, the pelican says. That's my fish. The bear is surprised and hungry. Pelican, look at my clothes. Now look at my teeth. That's my fish. The pelican looks scared. I'm sorry, bear. It whispers. The bear is bigger and stronger than the pelican. The bear is happy because it has a big fish for dinner. Then the bear looks down. Oh no! It can't see the fish. It can't see the pelican. Pelican, where are you? Bear shouts. There is no pelican, but he can hear the happy pelican flying away. صوتيات مهمة جدا جدا, وهو الفرق ما بين البي والبي. بي بي الحقيقة كل الناس او يعني معظم الناس او الاطفال بينطقوا غلط جدا جدا بسبب اللخبطة الفظيعة ان كل حاجة عندهم بي 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 بي. فطبعا بيقول بوك وبن وبج وكل حاجة عنده بي, تمام؟ فطبعا غلط جدا جدا لان هو بيودي لك المعنى بيكون قصدك حاجة والحقيقة انت بتنطق حاجة تانية خالص, فاللي قدامك ما بيفهمش انت قصدك ايه. فتعالوا نركز كده النهاردة في الساوند بتاع البي ب ب ب ب. مفيش هوا خالص بيطلع منك, فبتقول بوك بوك, بير دب بير دب, بيرد بيرد طائر, بي نحلة بي نحلة مفيش هوا اهو, بيك بيك منقاش. طب نيجي الناحية التانية والبي اللي بتعمل با 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 هوا, زي مثلا كلمة قلم يعني pen pen pen. ما تقولوش بن بن لا, تمام؟ pen pen. حط صباعك لو طلعت هوا يبقى انت بتقرأ صح, pen. طيب البجعة ما تقولهاش pelican, اسمها pelican 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 يعني بجعة. طيب هنا الدبوس اسمه pen pen pen, ما تقولوش pen لان انت كده هيكون قصدك قلم, تمام؟ pen 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 معناه دبوس. عندك كمان كلمة كمثرة يعني pear pear pear. طيب بسلة peas peas peas. يبقى هنا بنطلع هوا, هنا مفيش هوا خالص بيخرج من بقك. البي says ب, بي says يلا نكمل بقى في جزء الماث. النهاردة عايز اكلمك على fraction. يعني ايه fraction؟ يعني كسر. وطبعا انت خدت ده في الرياضيات, في الرياضة انت خدت الحاجة اسمها كسر. وكسر هنا بالانجلش يعني fraction. fraction معناها كسر, يعني ده كسر. fraction 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 دول كلهم اسمهم ايه؟ اسمهم fractions fractions. يعني لو جينا قسمنا ده هنقول one fraction two fractions, one two three four fractions يعني كسر, تمام؟ حلو قوي. هو الكسر يعني ايه؟ عايز يقول لك a fraction is a part of a whole, هو جزء من الواحد الصحيح. يبقى الفراكشن ده بناخد من الواحد الصحيح حتة صغيرة. طيب هنا عايز يقول لك في الرياضة انت كان عندك حاجة اسمها بسط ومقام, صح كده؟ هو يعني ايه بسط بقى؟ بسط يعني numerator 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 معناها بسط. اما المقام يعني ايه؟ اللي تحت ده, اللي تحت ده اسمه denominator 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 معناها ايه؟ معناها مقام. طب لو هو جاب لك مسألة حسابية بالمنظر اللي تحت ده وقال لك حلها, قال لك ايه؟ قال لك a fraction its numerator يعني اهو البسط بتاعه is 1, يبقى احنا هنحط فوق 1. its denominator يعني المقام ماله بقى 7,
يبقى هيكون بالمنظر ده. يبقى انت بتحل مسألتك بالشكل ده، بتعرف يعني ايه fraction، وبعدين بعد ما تعمله اعرف ان كلمة past معناها numerator، فحط الرقم اللي فوق اللي هو قال لي عليه، وبعد كده لما يجي يقولك على المقام اللي هو denominator انت هتحطه تحت وهيكون بالمنظر ده.